السلام عليكم، مرحبا بعشاق جلابه البزيويه الحره وعشاق زيت ديال الاصيل متتبعي صفحه جلابه البزيويه الحره. من بزو هذه المره الى برشيد السيد عبد الرحيم اللي كيتابعنا مده هذه، جا زارنا في المنطقه ديالنا، قدمنا ليه جلابه سده بسده بالاصفر الخياطه الخماسي كما وعدناه، درنا لها الشبيكات، درنا لها العقيد ديالها لتحت نخوه كوزه ديالها مرمى كما كتشوفوا العقيد بلديين، والكم كذلك درنا ليه السيفه من الداخل هو القب، الشبيكات ديالها في الاكتاف كما كتشوفوا، خياطه اللي جات ممتازه اللهم بارك بالصحه والراحه. نصيفطوها لي مع الصديق ديالو ان شاء الله لمدينه برشيد، والتوصيل راه متوفر الى جميع مدن المغرب وخارج المغرب. والسي خليل الصديق ديالو كذلك اللي زارنا في المنطقه خدم عندنا هاد السيسيه هادي اللي مخدومه بالمنسج، وهذه نمريه بالمناسبه داخله فيها الحبه كما كتشوفوا الخياطه اللي اصعب ما يمكن، يعني معقده الخياطه ولازم انها تكون ممتازه باش تجينا مع الشكل ديال الجلابه واللون ديالها. خدمنا عليه بكوزه مرمى شبكه، العقيد ديالها راه مخدومين باليد، كلشي باليد، الشبيكات ديالها خدمناهم بالابيض على الكحل، عطاو واحد اللون وواحد الشكل وواحد النظره واحد الجماليه في الجلابه اللي طلعت ممتازه. ولو ان جلابه سيسيه راه مخدومه باليد حاجه مزيانه، كنعزلوها الناس اللي كيعشقوا الحاجه السيسيه كناخذوها لهم. وكما كنقول لكم دائما راه الخدمه ديال اليد هي اللي عندنا، المسائل ديال الكشمير او لا ما يخص بالخدمه ديال الدراز الا كلفنا شي واحد من الكليان ديالنا كنخدموها عليه. وبالمناسبه هذا منسج جلابه بزيويه حره، وهاد الخرقه ديال احد الزبناء ديالنا اللي كنخدموها عليه، هذه داخل فيها اللوبر ديال الابل، هذه تحفه ما غاديش تشوفها في شي منسج اخر نهائيا، وما غاديش تشوفها في شي صفحه نهائيا، وما غاديش تشوفوها عند شي واحد، لان هادو كيتخدموا يعني سيركوموند شي حاجه قليله ونادره. وحتى الجوده ديال الاثواب اللي كنخدموا لكل متتبع صفحه جلابه بزيويه والناس اللي كياخذوا عندنا راه كنخدموهم على عشق وعلى نخوه، يعني بكاليتي طالعه بالصبغه ديالها يعني جد ممتازه، والصناعيات اللي كيخدموا لنا المحل ديالنا او التعاونيه ديالنا يعني عندهم خبره اكثر من فوق 30 سنه، كنخدموا مشكيلات ممتازين واللي مطلوبين، ويعني نخوه كيعطيو واحد النظره تيكونوا مقبولين وكيجيو في المناسبات كاملين، شي حاجه اللي هي ممتازه. ما عليكم الا تواصلوا معنا للاستفسار او اي طلب، راه كنصيفط لكم مشكيلات ديال التواب كما السي عبد الرحيم هذا خلاص راه زارنا في المنطقه، والناس اللي كنتكلفوا ليهم بالخياطه ديالهم والتواب اللي بغى شي شكل واجد عندنا راه كنصيفطوه ليه، عنده خياط لا يسخر ما عندوش كنتكلفوا ليه به، اللي بغى شي شكل ما عندناش راه كنتكلفوا يعني كوموند حتى كيكمل ان شاء الله، وكنقدروا نتابعوا معاه على حسب الوقت اللي عندنا، لان بعض الخطرات كنكونوا ما مساليينش. ومهم فين ما كانت المناسبه راه كنصوروا وكنتابعوا حتى كنكملوا الجلابه او الخرقه مولاها وكنصيفطوها ليه. ومرحبا بكم، وحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو والمنشورات ديالنا باش يوصلوا هذا يعني هذا الزي الملكي يوصل على نطاق واسع ويوصل كاع الناس اللي يعني كيهمهم هذا الامر هذا وكيعشقوا هذا الزي هذا باش يوصلهم فيه احسن ما كاين وبجوده عاليه. ومرحبا بالجميع.